علاقته الحقيقية هي أول مكون علاقة مع ربنا، قبل كده لا قيمة له، جايز تكون تمهيد لحياته الأولى. هو دعاه ربنا وعمره 75 ومات إبراهيم وعمره 175، يعني قضى 100 سنة مع ربنا، هي الحياة اللي قالها الكتاب المقدس. دعوته كانت في تكوين إصحاح 12، دعاه ربنا وقال له إيه؟ قال الرب لإبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. كانت دعوة أن يترك أهله وعشيرته، وفي نفس الوقت مع الدعوة في بركة. في الحقيقة إبراهيم كان عايش في بلد اسمها أور الكلدانيين. أور دي كانت ما بين النهرين، نهري دجلة والفرات، وكانت مركز كبير من مراكز الحضارة البابلية القديمة. أنا فاكر زمان وأنا شاب صغير قبل الرهبنة قريت كتاب من بتوع مكتبة بينجوينز لايبراري اسمه أور أوف كاليديز، عن حضارة أور. أور دي كانت في بلاد بابل، وبلاد بابل كانوا بيعبدوا الأصنام، وكانت العيلة بتاعته بتعبد الأصنام، لكن إبراهيم كان ليه علاقة مع ربنا. فربنا أول دعوة ليه قال له: سيب المنطقة اللي فيها عبادة الأصنام، اعتزل عن هؤلاء الأهل والأقارب والمعارف، واذهب إلى الأرض التي أريك. ما قالوش فين الأرض التي يريه إياها، لكن قال له تم تروح الأرض التي أريك. فخرج إبراهيم ومش ساب أور، ساب الحضارة البابلية الكبيرة. قيل لم إنه لما عبر النهر إلى بلاد كنعان سمي بالعبراني لأنه عبر النهر. طبعا اللي بيترجموا إنجليزي مش يعرفوا يوصلوا له. لما عبر النهر سموه العبراني. أخذ معاه راح معاه أبوه تارح ولوط ابن أخيه ومشي. طبعا أبوه تارح ده وابن أخيه لوط دخلوا في الزحمة، لا ربنا دعاهم ولا قال لهم تعالوا للأرض التي أريكم، دول دخلوا في السكة كده، عشان كده كانوا سبب مشاكل ليه. إبراهيم ما ابتداش يعرف سكته غير بعد ما توفى أبوه تارح ده، ولوط برضو تسبب له مشاكل بسببه. ساعات الإنسان بتكون ليه حواشي في حياته والحواشي دي تتعب. المهم إبراهيم خرج، وبيقول عنه الكتاب إنه خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب، ماشي وما يعرفش رايح فين. هو لا يعلم إلى أين يذهب، لكن يعلم إن الله سيكون معه حيثما يذهب، هيكون معه. فهو لا يهمه الطريق، إنما يهمه الذي يسير معه في الطريق. فخرج: يا رب أنا رايح فين مش عارف، لكن كل اللي أنا عارفه أنك هتمشي معايا في السكة دي ودي تكفيني. مع ربنا لا يصلح أن احنا نسأل ولا نجادل، إنما نطيع ونؤمن ونثق بالرب اللي معنا.
مشكلته كانت ابوه لما ابوه مات استريح ووصل لكنعان، يعني هو ما وصلش لكنعان وابوه معاه بعد ما مات ابوه. ومشكلة لوط دي هنتكلم فيها في السكة. وكان ليه مشكلة اخرى هنتعرض ليها في السكة، ان ساراي امرأته كانت جميلة جدا، دي مشكلة. مشكلة ان اشتهاها فرعون ملك مصر وهي شابة في السبعين من عمرها، واشتهاها ابي مالك ملك جرار وهي شابة في الثمانين من عمرها. يعني سارة دي كانت جميلة جدا وعمرها السبعين وثمانين، امال دي في شبابها كانت فين؟ ربنا يستر. المهم ان جمال ساراي امرأته سبب له اشكال روحي، سبب له اشكال ايه؟ روحي، وسبب له بعض السقطات الروحية هنقولها الوقت. هو في الحقيقة يعني مع انه بتاع ربنا لكن حياته كانت لا تخلو من المشاكل، من ضمنها مشكلة العائلة اللي قلنا عليها دي، ومن ضمنها مشكلة عدم الإنجاب. مراته ما كانتش بتخلف، ساراي، ودي نقطة احتملها زمان كانوا الآباء يعني عندهم إنجاب البنين نوع من البركة الكبيرة إن يخلف عيال، فاحتمل هذا الأمر. وفضلت سارة لا تنجب أبناء لغاية لما بقى عمرها 90 سنة. هو غالبا حبلت عمرها 89. طبعا كانت حاجة ضحك، لأن هو نفس إبراهيم لما ربنا قال له أن سارة هتخلف لك ابن سقط على الأرض، سجد يعني وضحك، وضحك يعني كان بيقول لربنا يا ريتك تقول نكتة تانية غير دي ان سارة خد، قال له كده. شوف بيقول ايه، بيقول ان هو سقط على الارض وعلى وجهه وضحك وقال في قلبه هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة. المهم مشكلة الإنجاب دي دخلته أيضا في مشكلة تانية بتاعت الجارية بتاعته، وجات له مشكلة أخرى في حياته، مشكلة مجاعة خلته ينزل إلى مصر، ومشكلة مع لوط، ومشكلة مع فرعون، ومشكلة مع أبي مالك ملك جرار، والتجربة الكبرى بتاعت إسحاق. يعني برضو حياته لم تخلو من المشاكل والمتاعب، إلى جوار طبعا مشكلة موت سارة ومشكلة قطورة. الحاجات دي هنيجي فيها في السكة. إبراهيم أب الآباء ربنا هو اللي بدأ العلاقة معاه، دي حاجة عجيبة يعني. يعني في إنسان بيسعى يكون علاقة مع ربنا، وفي إنسان ربنا هو اللي بيسعى يكون علاقة معاه. إبراهيم من هذا النوع، من النوع اللي قال عليهم الكتاب قال إن الله الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، وهؤلاء دعاهم أيضا. إبراهيم
أخذ بركة من ربنا إن هو يبقى مبارك وهو نفسه يبقى بركة. وأول ما مشي من أور الكلدانيين طلع على حاران، ومن حاران على